ما في هذه يعني مشكلة، انه حتى انه اصبح اشوف في حاجات سخيفة قاعد تصير. يعني الناس قاعدين في عرس مسوين عرضة يدعون لأوراوا، ايش هذا؟ والشرع اللي يغني والشرع اللي يردون، مع احترامي وتقديري، يقول لك يا اخي طقطقة. طيب انت ما تسويها الا على الهلال بس، تصدير الكراهية. يحب سمعة البلد الرياضية. أنا ما قاعد أقول لك لا والله إذا أنت ما شجعت الهلال ما عندك وطنية، لا يا عمي، الوطنية للجميع، شجع ولا ما تشجع، بس الغل اللي قاعد نشوفه هذا لا يمكن يكون طبيعي.